قال لي كبير قيمه كبيره لعبد الله السعيد في ارضيه الملعب، ولكن دلوقتي بقت الى ضربه ركنيه من نصيب بقى منتخبنا الوطني. رقم من الفا ايشاكا جالوم وضربه ركنيه، وشوقي عمال اهو ينده على اللعيبه وعلي المره دي ورقصيه جميله من ايمن اشرف، لكنها عليت على الارض وبقت الى خارج ارضيه الملعب والى الارض المره. حلوه الجمله اللي فاتت من الضربه الركنيه، ولكنها عليت وبقت الى خارج الملعب والى ضرب المره من نصيب منتخب ايمن. بداية من المنطقة الدفاعية عند سامسون دوي، بيبدأ يحضر سامسون دوي، يلعب واحدة طويلة عند فيلي ساكور، لكن يطلع الشناوي يمسك الكرة بتاعته بسهولة. محمد الشناوي. الونش عمرو السولية هون ظهر له. يرجع يحضر عند أيمن أشرف. شوف بيدافعوا من فين، ركز كده، في ممكن يمكن سام جاكسون أهو. الجناح الايمن والجناح الايسر في الناحيه الثانيه تريدري دينيس بيبقوا يعني الاثنين دول ضاغطين، لكن كلهم بعد كده بيرجعوا لوسط ملعبهم. عبد الله السعيد انطرد، حط واحده على الشمال عند زيزو، مع الكره زيزو لعب عرضيه حلوه